الذي يتدبر القرآن ويكتسب أنواره لا يمكن أبدا إلا أن يكون من المصلين حقا. ولذلك حينما يخرج رمضان وتخرج أنت بصفة مصلٍ فقد نجحت نجاحا كبيرا. والصلوات معلوم أن لها أوقاتا، بل هي الأوقات، الصلوات هي، يمكنك أن تقول هكذا: الصلاة هي الوقت، جملة فيها تعريف. الصلاة، ما الصلاة؟ الصلاة هي الوقت. وقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي فريضة أو فرضا مفروضا، كتابا موقوتا. الوقت إذن صفة جوهرية لا عارضة في الصلاة. الوقت شي حاجة من مكونات الصلاة، روح ديال الصلاة، ماشي غير صفة من الفوق كالصباغة في الأشياء، لا، بل هي كالمادة التي تكون الشيء. واحد الآلة مصنوعة مثلا من الحديد، الحديد مكون رئيسي، بل هو المكون الرئيس لتلك الآلة. أما الألوان اللي طلت بها هذه الآلة وصبغتها، فذلك صفة عارضة، كيمكن تزول؟ عارضة. الوقت صفة لا عارضة، ماشي عارضة بل جوهرية، كالحديد في الآلة الحديدية. فإذا أخرجت الصلاة عن الوقت معناه أنك أعدمت الصلاة. إذا أخذت مادة الحديد من آلة وذوبتها ماتت الآلة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك كان العلماء من قبل يصفون أهل الزهد والصلاح فيقولون في وصفهم: فلان صاحب أوقات، صاحب أوقات. إذ اكتسبت صفة الوقت في رمضان فقد فزت ورب الكعبة. هذا المعنى إذن يجعلك تدرك حقيقة أنك حينما تخرج صلاتك عن وقتها فأنت سارق، سارق. لأن هذه الأوقات ديال الصلوات ماشي ديالك، ليست لنا معشر المسلمين بل معشر العباد، ليست لنا بل هي أوقات لله. وهذا هو مع الأسف الذي يغيب عنا وعن كثير من المسلمين. أوقات الصلوات الخمس حينما ينادى بهن من أعلى الصوامع والمآذن، معناه أن الله جل وعلا يقول لك: هذه اللحظة لي ليست لك، هذا الوقت هذا حقي ماشي حقك. فمن اشتغل بشيء في وقت الله فقد تعدى على سلطان الله من حيث هو شارع للشريعة. ولذلك كان ما كان فيها من الوعيد الذي تعلمون في القرآن وفي السنة